ايه مساء الخير. نوصل بدائل 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 اكتر الطلبات اللي كانت توصلني على رسائلكم على الانستغرام ولا حتى في تعليقاتكم على اليوتيوب تطلبوا مني بديل لغسول سيرافي، وكنت نجيبكم غسول بنفس المكونات ما لقيتش. مانيش راح نمدح لكم هذه الماركه ولا ماركات اخرين، وانا حاليا نعترف لكم ما رانيش مستمره في المقاطعه، طلعت ليفل اعلى اللي هو الاستغناء الكلي على هذه الماركات اللي كنت نتيستيها ونشاركها معكم وحتى ننصحكم بها. لما نقول مقاطعه يعني فتره تفوت ونعاودوا نرجعوا لها كما الحملات السابقه فتره وعدت، لكن هذه المره الحمد لله مبدا مستمرين عليه باذن الله. لما نشارك معكم منتجات جزائريه الاول والاخير نضمن انها ما تكونش كوبي، سعرها تكون في متناول الجميع، وثاني سهل ان نلقاها في المحلات. انتقلت من فكره غسول بنفس المكونات الى مرحله غسول يعطيني نفس النتيجه. ما نكروش، غسول بالاول والاخير يبقى على بشرتنا على الاكثر 60 ثانيه دقيقه، شلوه ونروحوا للمرحله الاخرى. صح يكون مهم وقتاش نهار اللي يكون فيه مواد علاجية ضمن روتين كامل. لما نقول روتين كامل يعني منتجات بعده اللي مهم انك تنتقيها بعناية على حسب نوع بشرتك والمشاكل اللي تعاني منها. شريت 3 منتجات بشكل خاص غسول من ماركات جزائرية وقلت معليش خليني تستيهم، يعني ما راحش نحكي عليهم ما راحش نوريهم، لكن الغسول اللي راح نحكي عليه اليوم من ماركة كنت سبقت وشاركت معاكم فيديو لمنتج اخر اللي هو ماجيك دريم المبيض الفوري اللي اعطيتكم رأي عليه الصريح، وراح اخليكم رابط الفيديو اذا كان مشتوش في صندوق الوصف. اليوم راح نحكي على هذا الغسول، هذا من عند ماجيك دريم. واش نقدر نقول لكم عليه؟ سعره 135000، ولقيت معاه لوميسيلاغ تاعو ما حبيتش نشري لانه كنت فاتحه بزاف منتجات، كنت خليني ما نزيدش على روحي تكاليف اكثر ونشري غير هو. نحكي بشكل منطقي وموضوعي، سعر 140000 بالاول والاخير شويه غالي على منتج جزائري. على بالي باللي ديجا الباكاجينغ لما شديته في يدي انا عليه دفعت مباشره، صراحه ابهرني الباكاجينغ. ماشي نركز على الشكل الناحيه الجماليه، لكن تحسي باللي مدفوع عليه فوالا، يعني كلفهم، هذا هو المعنى. لكن كنا نتمنى يوصلنا على الاقل بسعر 100000 80000، مانيش عارفه هو اصلا على باس شحال راه يدير، ممكن الوسطاء والتجار مانيش عارفه. المهم كنا نتمنى منتجاتكم تكون ارخص. نعرفكم بهذا الغسول. اول شيء كاتبين في الواجهه جيل نيتوايون بيور بوست. جيل نيتوايون يعني عرفنا انه قوام وجيل، ما راهوش لا فوم يعني رغوه ولا هو كريمي. كاتبين بيور بوست، هي اللي فكرتني بعباره مشهوره عند مجموعه الزرقاء هذيك هايدرو بوست من عند نيتروجينا. وتفكروا معايا نيتروجينا ضمن قائمه الماركات اللي لازم نقاطعهم. الحاجه اللي اثيرتني وفعلا خلتني ما نترددش ونشري هذا الغسول مباشره هي الوعود اللي كاتبينها. نيتواي بيوريفي لا بو يعني ينظف ويقشر البشره، اليمين لي زامبورتي يعني يزيل الشوائب، وكاتبين ريدوي ليكسيد بوم يعني نقص دهون والافرازات البشره. كاتبين اونتي اكني يعني مضاد للحبوب والعلاج للحبوب. واللي حبيت ثاني نعطيكم معلومات عليه على المكونات، المكونات مكتوبه في الجهه الخلفيه. اول شيء كاتبين باللون الازرق كاركتر غرا لاسيد هيالورونيك، بلنا بلي هذا الحمض الهيالورونيك هو من اكثر المكونات اللي منصوح بها ومليحه لترطيب البشره بشكل خاص. كاتبين لاسيد ساليسيليك، حمض الساليسيليك مهم، هو من اكثر المكونات اللي راح تكون مفيده في اي غسول ولا اي يعني منتج اخر، خاصة اللي عندهم بشرة مختلطة ودهنية ولا اللي يعانيوا من حبوب. علاش؟ لأنه هو يقشر البشرة، ينحي الخلايا الجلد الميت، وثاني شيء يعالج الحبوب وينشفها ويخليش الحبوب تظهر من بعد طول مدة استخدام، تالي ما راحش يجوك هذوك الرؤوس بيضاء والسوداء وما شابه. كان ترتيب الهايلورونيك هو الرقم 9 والساليسيليك كان 10. فيه ثاني الجليسيرين، الجليسيرين معروف أنه يرطب البشرة. مكونات أخرى في فيتامين وكامل حاجة مليحة. وعلى قريت لكم مكونات باش نعرفوا إذا صح المكونات تناسب كامل أنواع البشرة ولا لا. وبعد الاستخدام هذا الغسول يناسب جميع أنواع البشرة بشكل خاص، البشرة الدهنية، البشرة المختلطة والعادية. تبقى البشرة مشي جافة شديدة الجفاف، وخاصة في فصل الشتاء ممكن بعد أول استخدام تحس بشرتها مشدودة. علاش؟ لأنه كما قلنا ينقص من الإفرازات الدهنية للبشرة. إذا قررتوا تستخدموه ضروري تستخدموا بعده مرطب بشرة يكون مليح. من خلال ملاحظتي المكونات ممكن البشرة شديدة الجفاف ما يقدرش يناسبها هذا الغسول، لكن إذا كان عندك حبوب مع بشرة جافة استخدميه واعتمدي على مرطبات مليحة بعده، مثلا الهايلورونيك يعني يكون عندك سيروم، ولا مرطب بشرة يكون صح ترطيبه عالي جدا. لي لاحظته بعد استخدامي لهذا المنتج تقريبا راح يخلص، برك هنا كنت صورته بفتره سابقه، يكون بديل لغسول نيتروجينا اللي استخدموه راح يعرفوا، وثاني شيء يكون بديل لبيوديرمال الازرق. لما نقولوا نيتروجينا تقريبا هو وهذا بنفس السعر. ما نقدرش نقول لكم لا لا وعلاش راه غالي ونورمالمون نيتروجينا واجنبي وصلنا بهذا السعر وكذا، لكن بديل ارخص لبيوديرمال الازرق سيبيوم بالعكس فيه مزايا صدقوني احسن من الاثنين. علاش؟ الريحه ولا العطور اللي في بيوديرما واللي في نيتروجينا تشميها تجي قاسحه، دونك الناس اللي عندهم بشره حساسه ممكن العطور هذه ما راحش تناسبهم. ما نكروش هذا الغسول صح فيه نسبه من العطور لكنها قليله بحكم انها في
آخر المكونات. وثاني شيء لما تشميهم ما راحش تكون مزعجة، يعني الناس اللي عندهم بشر حساسة كيما أنا. الشيء الثاني اللي عجبني فيه إنه سان سولفات، وثاني ما فيش الكحول يعني ما فيش الكحول. طول استخدامي لهذا الغسول لاحظتها، ونقدر نقول لكم من أول أسبوع نحكم على هذا الغسول يدير عملية تقشير البشرة، لأنه فيه أصلاً مركب مهم اللي هو ساليسيليك أسيد. تلاحظي إنه البشرة تاعك ولات فيها نعومة كبيرة، وما كانش عندك هذوك الإفرازات الدهنية دوك الزايدين. وثاني إذا كان خرجت لك حبة فاسين ما راح تلاحظي بعد يومين راح تنشف. طول مدة استخدامي لهذا الغسول الحمد لله ما كانش عندي أي حبوب. وكما قلنا ساليسيليك أصلاً يعمل على تقشير البشرة، وبالتالي يعني إذا كان عندك رؤوس سوداء، إذا كنتي تستخدميه كما أنا راني نستخدم فيه مع غسول كوري من ماركة إيونيك، يعني ندير غسول مزدوج، هذاك الغسول الزيتي نديرو هو الأول ونزيد من وراه هدايا. نحكي بعد تجربة وبدون مبالغة، وتعرفوني بنات نحكي على 3 أنواع غسولات الوجه المشهورة اللي جربتهم من سنوات وكررتهم وكررتهم، ماشي تجربة واحدة. هذا المنتج من هذا ماجيك دريم ولهذا الغسول هو بديل محلي لثلاث أنواع الغسولات اللي راكم تشوفوا فيهم قدامكم في الشاشة، مش من ناحية التركيبة ولا المكونات اللي فيهم. كما قلنا سيغافي ما كانش غسول حتى ساعة في نفس التركيبة اللي هما متحصلين بها على براءة الاختراع. نحكي على النتيجة اللي يعطيها لك، وقريت معاكم المكونات وعلى بالنا باللي تاني هذا الغسول من عند ماجيك دريم فيه الجليسيرين المكون الثاني، يعني فيه نسبة عالية من الجليسيرين اللي ممكن ترطب لكم البشرة، تخلق هذاك التوازن. وهذا الشيء اللي احنا نحتاجوه من غسول الأول وأخير مهمته تنظيف البشرة. ما تبخلونيش بلايكاتكم، وإذا كان جربتوا هذا الغسول تاني فيدوا البنات في التعليقات باش يقراو هكا تجربتكم معاه، على بالي باللي مش بالضرورة حيكون عندنا نفس التجربة. وتمنى إن شاء الله تخلوا لي لايكاتكم، تجاوبوا مع هذا الفيديو، وتهلاو في روحكم، مع السلامة.